هو التوقيع ديالي جاء من بعد اتصال ديال الرئيس سي هشام يتمنى. كانت عندنا جلسه شفنا ناقشنا جميع الامور اللي متعلقه بالفريق من ناحيه التقنيه الماديه الاداريه الهيكله ديال النادي. تتشوف انه ماشي غير انا، الكل شاف انه كاين تغيير جذري. فريق شباب محمدي شجع اي مدرب انه يدخل ياخذ هذه المغامره. بطبيعه الحال مغامره محسوبه لانه ما يمكنش انه تاخذ لو ريسك بلا ما تكون حاسب. كنظن انه من بعد ما عرض عليه المشروع وشفنا من جميع النواحي واش ممكن لينا ننجحوا ولا لا، لانه لو كان عندي ذره شك انه ممكن ما ننجحوش لاعتبارات خارجيه ماشي كرويه، يمكن تكون تسيريه، يمكن تكون محيط فريق، يمكن تكون حوايج اللي تخليك تشك في النجاح ديالك، فما كنتش غادي نقبل. ولكن ملي شفنا انه جميع الظروف مناسبه باش الانسان انه ينجح ويتوفق في العمل ديالو فكانت الموافقه وتم التوقيع. ما يمكنش يكون شي هدف من غير صعود، لانه هذا هدف ماشي ديال المدرب، هدف ديال المدينه، هدف ديال كل شيء. فمنذ الموسم الماضي والفريق مازال في قسم الهوات والناس تتفكر انه هذا الموسم خص الفريق يصعد، دونك ما يمكنش نجي انا دابا ونقول لهم لا ما الصعود ماشي هدف، بالعكس. فجيت على مشروع ديال الصعود هذا الموسم هذا. التركيبه البشريه ما نبداش نقول لك ماشي انا اللي جمعتها، ماشي انا اللي جبتها، شفتها وما خافيش عليا اللعابه ديال البطوله المغربيه لا القسم الاول ولا الثاني ولا الهوات، لانه انا المتتبع كبير للكره المغربيه. فنقول لك تقريبا 95% من هاد اللعابه تنعرفهم، لاعبين شبان اللي نزيد نشتغل معاهم، لانه الهدف كيف قلت لك اللي جيت على قبله هو الصعود، خصنا نحققه ان شاء الله هذا الموسم. كنا بعض المقابلات يعني حارقين مع الجبهه المحمديه، يعني كيف تدبر هذه المرحله؟ اعطيني شي مباراه ضعيفه هذا الموسم. كيناش كاع المباريات حارقه، كلهم مباريات صعب، خصك توجد لهم، تتوجد المجموعه ديالك، تهيئ اللاعبين ديالك هما الاولين، ومن بعد تدرس الخصم، تشوف شنو ممكن تستغل في نقاط ديال الضعف ديالو وتخدم عليهم. وبطبيعه الحال التركيز شيء مهم، ولكن اللي اهم في هذا الشيء كله واللي شجعني اكثر باش نجي هو جمهور ديال شباب محمديه، لانه جمهور شباب محمديه من قديم ايامات كنت انا مع البرنوصي وتنجيو نلعبوا هنا وكنت نشوف الحماس وتنشوف الشغف ديال المحمديه للفريق ديالها، لانه المحمديه ماشي يلاه اليوم بدات الكره، تاريخ ديال المغرب ماشي تاريخ ديال المحمديه، التاريخ ديال المغرب في الكره كاتبينه ناس من المحمديه. دونك تنظن انه شرف ليا وتكليف كبير انه ندرب فريق كشباب محمديه، لهذا فاهم حلقه في هذه المنظومه ديالنا كاين لاعبين، كاين الاداره التقنيه، كاين المسيرين، ولكن اللي اهم في هذا الشيء كله هو الجمهور. كاينه فرق اللي حققت نتائج كبيره فقط بالجمهور، ما عندهاش امكانيات ماديه وما عندهاش هذا الشيء، وقدروا انهم يحققوا نتائج ايجابيه لانه الجمهور دافعهم. علاش؟ لانه ملي تيكون معك الجمهور تتحس انه كاينين مالين الدار، دونك غادي دير بحسابهم. فلما تيكونوا الجمهور اللي هما مالين الدار، لا اللعابه لا الاداره التقنيه غيديروا بحساب هاد الناس باش ينجحوا ويفرحوهم. ونتمنى انه نكون سبب في اسعاد الجماهير هادي. كان العرض اللي هو انه سنتين ونصف، ولكن من بعد مشاوره انا والرئيس فشفنا انه هذا الموسم هذا ركزوا على الصعود، ومن بعد الى شفنا لا انا ولا المكتب انه توافقنا والطريقه ديال العمل ديالنا قبلناها بجوج، لانه كل واحد عنده فلسفته في الخدمه، كل واحد عنده فكر في الخدمه، الى شفنا انه قادرين نقبلوا بعضياتنا وقادرين نستحملوا بعضياتنا ونكملوا، فممكن انه العقد نجددوه لسنتين ونكملوا المشروع ديالنا. الى شفنا انه ما يمكنش نكملوا فما كاينلاش ندخلوا في داكشي ديال العون القضائي وما يجيش لونطريمون وداك المشاكل والليتيج، ما كاينلاش ندخلوا في داكشي، غيسالي العقد ويجي مدرب اخر وانسان. وهذه هي كره القدم، دونك اهم شيء عندي دابا حاليا هو تحقيق الصعود مع الفريق ان شاء الله. يا ربي امين. كويسي كمدرب مساعد اول، كاين الدردوري كمدرب مساعد ثاني، كاين محسن الدرعاوي كمعيد بدني، وطارق الجرموني كمدرب حراس. بطبيعه الحال ودابا هذه المرحله هذه ما غتخلينيش انه
نحط المشروع ديالي بالكامل اللي غيكونوا فيه شركاء اكثر من المدينه. المهم دابا هو تحقيق الصعود، ومن بعد ديك الساعه كاينه اولويات اخرى اللي ممكن انه ننجحوا فيها، ممكن انه النادي يكبر بها ان شاء الله.